اللي بيتكلم معلش يعني عاوز يعمل تصالح ولا عايز يعمل حاجه، ما يجيش امبارح ان الجمهور بتاع نادي الزمالك الله اعلم ولا مين اللي جاي ويشتموا اهل المتوفي ويطلعوا يزرغطوا وطبعا استفزاز. لا 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 الحمد لله احنا عقدنا. الكلام ده ايوه حصل. فندم ايوه ده حصل حصل يا امتى؟ فندم. فين بالظبط؟ ايوه لا في المحكمه بعد الحكم. بعد الحكم وزراغيت وعربيات وكانت مش عايز اقول لك يعني. يعني عايز تقول ما كانش فيه مراعاة لشعوركم حتى، وانتوا يعني في مصيبة كبيرة بكل تأكيد. طبعا طبعا لا طبعا ده أمر غير مقبول، ده أمر وطبعا غير مقبول وكان معاهم بالمرة. حتى احنا مسجلين مصورين واحد وواحده من ضمنهم الواحد ده كان جاي بيقول هو قريبه واخد بال حضرتك، وده وواحده كده تجاوز يعني. شفناها احنا معانا الصور يعني، وشتموا المدام بتاعته وغلطوا في المتوفي يعني. ده راجل في معلش عند ربنا سبحانه وتعالى عيب ربنا طبعا، تقبله عيب من عيب وحرام الشهداء. اللي بيحصل ده طبعا. فطبعا طبعا ده حط نفسك مكاني بقى، لو انت مكاني لو معلش يعني انا اسف يعني فاهم قصدك، فاهم قصدك هتتخض وحاسس. اي حد. لا لا طبعا هيبقى موضوع صعب جدا يعني في توقيتها. قصة صعبة أكيد. كان الله في العون يعني. طيب تعليق حضرتك على تصريحات مرتضى منصور على ان تم التصالح بينكم وبين فتوح، ايه تعليقك على التصريحات دي؟ لا والله انا في يوم من الايام كده من 10 15 يوم لقيته بيقول ان شقيق المتهم اتصل بامير ابنه. مين امير ابنه ده؟ انا ما اعرفوش اصلا. امير مرتضى ما انا معلش في الكوره يعني عشان كنت اصلا. يعني اعرف. فما تعرفش امير ابن لا مين امير ده ولا مين؟ ما اعرفوش اصلا. اصلا، ولا طب مرتضى منصور وهقول تعرفه؟ لحضرتك حاجه معلش، لما هو بيقول كده ان احنا اتصلنا بيه واخد بال حضرتك وطلبنا منه كذا وكذا وكذا تمام؟ طب انت ليه لما اول ما احمد فتوح عمل الحادثه وقلت انا قلت ان الولد اللعيب ده حشاش ويوي حصل ولا ما حصلش؟ وطلعوه بره ده بيهرب من التمرين، وساعه ما بيجي يحلل المخدرات بيهرب ما بيجيش التمرين. انت بتستند لتصريحات طب مرتضى انت منصور منين؟ نفسه في وقت طب سابق. انت منين ما كنتش عاوز اللعيب ده يلعب او مش عاوزه في النادي بتاعك ايام ما كنت ماسك النادي، وجاي بتقول ان انا بساعده وانا هطلعه وانا هدفع له وانا اعمل ايه الكلام ده يعني؟ هل يعقل يعني؟ طب هل مرتضى منصور نفسه تواصل معاكم قبل كده ولا ده ما حصلش؟ انا ما اعرفش مين مرتضى منصور ده اصلا، اصلا ما تعرفش مرتضى اصلا منصور؟ ما اعرفوش. المستشار مرتضى منصور محامي شهير رئيس نادي الزمالك السابق، ما تعرفوش خالص؟ لا 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 انا اسمع اسمه بس، انا ما شفتوش ولا اعرفه اصلا يعني. انا قلت لك انا ماليش في الكوره اصلا. تمام. طب بخلاف ان حضرتك تعرفه او ما تعرفوش، هل حاول يتواصل معاكم الفتره الماضيه؟ لا 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 ولا محامي فتوح نفسه حاول يتواصل معاكم على مدار الفتره كلها لا 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 خالص؟ ما اعرفش اصلا طيب مين محاميه اصلا. يا فندم، ايه الاجراءات اللي هتاخدوها دلوقتي؟ نعم يا فندم. ايه الاجراءات اللي هتتاخد خلال الايام اللي جايه؟ الإجراءات